شو هي أهم توقعات الفلك لبرج الميزان بالأسبوع الأول من شهر حزيران جون 2021؟ عزيز الميزان، مهمتك رح تكون صعبة بأول الشهر إذا حبيت تغوص ببعض المشاريع الجديدة، لأنه الأفلاك يمكن ما تدعمك مثل ما أنت بتحب وبترغب. أنت بتحب الشؤون السهلة والعادية، وما بتحب لا الأجواء العنيفة ولا الأجواء يلي متوترة. بس أنت هلأ رح تكون عم تمرق بفترة شوي ما فيها سكون، بل فيها التباس. أما الشؤون العاطفية فيمكن هي مستثنات بأول يومين، رح تكون جيدة بين يوم الثلاثة واحد ويوم الأربعة اثنين. بتروح لموعد وبتسمع شيء كتير بيريحك وبيطربك وبيغذي روحك. ابتداء من يوم الخميس ثلاثة بيلتقي فينوس بمارس ببرج السرطان، وهو مربع مع برجك. هالشي بيجعل الفترة دقيقة جدا وبيحذرك من المخاطر بين يوم الجمعة 4 والسبت 5. ما تتكل على الحظ أبدا بهالفترة، لازم أنت تبذل الجهود الكبيرة لتحقيق الأهداف. بعتذر لك أنه هيك مبلش الشهر، بس بعدين رح يصير أفضل بوعدك. انطور فترة أفضل على الحال حتى تباشر بشيء مناسب لإلك. أمتى بيكون الوقت أفضل لإلك؟ رح أقول لك أنه بخبرك قبل بوقت، معلش قبل بوقت، ابتداء من الأربعة 9، شوي مأخر أنا معك، بس بدنا نكون بهالوقت منتبهين، ودايما بس يكون عندنا أمل أنه الأيام الجاية أفضل، منرتاح شوي ومنتواسى، مش هيك؟